بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وبه نستعين وعليه نتوكل، منه دائما نطلب التوفيق والسداد والنجاح. تحية متجددة هنا من تحفة ميادين السباقات في صباح يوم جميل، يوم من أيام المنافسة والتحدي والإثارة في سباقات الهجن العربية الأصيلة في انطلاق سن التحدي وسن الإذاع. صباح سيحمل انطلاقة 16 شوطا، 10 أشواط منها هي الأشواط المفتوحة، وستة أشواط ستكون خاضعة لأشواط الإنتاج. على بركة الله أعلنت مشاهدينا متابعينا الكرام انطلاقة الشوط الأول، الشوط الخاص بالإبكار المحليات الأصائل لمسافة 6 كيلومترات، بمشاركة هذه الشعارات المتميزة لأبناء القبائل هنا في انطلاقة هذه السباقات. نرحب بالجميع، نرحب أيضا بمشاهدينا الأعزاء متابعي قناة دبي ريسينج، من يتابعنا عبر النقل الحي والمباشر هنا من تحفة ميادين السباقات كالعادة في المنافسة وفي الإثارة وفي التحدي والتنافس في هذه الرياضة العربية الأصيلة. نذهب إلى المقدمة، نتابع أول الانطلاقات، نتابع أول الأسماء التي تبدأ بقيادة هذا الشوط والشاهينية. محمد بن حمد بن مصلح الإحبابي في المركز الأول، ليها في المركز الثاني مصيح عبد الله بن خلفان بن مطر الشامسي، بينما المركز الثالث هناك حفله لبخيت بن راشد بن سيف الشامسي، بينما المركز الرابع على الدخول هناك في انطلاقات الإثارة. نذهب مباشرة إلى تواجد غزل منصور بن محمد بن دحروي العامري في هذه الإثارة، هناك على المركز السادس تتدخل في هذه اللحظات مطرة خلف بن مبارك بالجافلة الحميري، بينما المركز السابع في هذه الانطلاقات ولكن تحضير راشد بن مقبل بن مرزوق العجمي في المركز الخامس. سادسا ننطلق مباشرة ونعود مع الذيبة راشد بن محمد بالقوبع المنصوري، المركز السابع هي المتواجدة حشيمة بن سلطان بن ديلة بن سالم النعيمي، وهناك على المركز الثامن متواجدة في هذه الانطلاقة تتواجد هي تغرودة مطر بن غانم بن مسفر بالقوبع المنصوري، والمركز العاشر يا سلام ليالي محمد بن صالح بن حمد بن قمرة المري. هذه الأسماء هنا البداية الأولى، صباح يوم النشاط، يوم التحدي، يوم الإثارة في سباقاتنا، في يوم ما شاء الله يوم ضبابي، يوم ضبابي يفتتح بناموس الانطلاقات هنا من البداية. 6 كيلومترات مسافتنا المعتمدة والرسمية هنا لسباقات الهجن العربية الأصيلة في هذا التنافس. المركز الأول مطرة على الصدارة، مطرة في المقدمة، مطرة في البداية خلف بن مبارك بالجافلة الحميري يا سلام. هناك على المركز الثاني الشاهينية محمد بن حمد بن مصلح الإحبابي في هذه الانطلاقة، ما شاء الله بداية قوية هناك في تقدم هذا الشوط، بينما ننتقل إلى المركز الثالث لنتابع في المركز الثالث القادمة حفلة بخيت بن راشد بن سيف الشامسي، وهناك أيضا تتواجد في الانطلاق وفي التحدي تحضير راشد بن أقبل بن مرزوق العجمي. هناك من خلال المنافسة المركز الرابع غزل المنصور محمد بن دحروي العامري، هناك على المركز الخامس نعود مباشرة إلى حشيمة سلطان بن ديلة بن سالم النعيمي، وأبحث أيضا عن السندبات قادم أيضا في هذه الانطلاقة في هذا التحدي ليالي لمحمد بن صالح بن حمد القمرة المري، ما شاء الله في المركز السادس. سابعا بدأ التقدم لوجود مصيح عبد الله بن خلفان بن كنه الشامسي، وعلى المركز الثامن يا سلام هذه الذيبة راشد محمد بالقوبع المنصوري، المركز التاسع تغرود مطر بن غانم بن مسفر المنصوري، في المركز التاسع والمركز العاشر
هي للسيد راشد بن مقبل بن مرزوق العجمي، وهي تحضير. يا سلام، الكل يحضر، وتحضير اذا تحضر نفسها. ولكن هنا نبحث عن هجوم شعراء البداية، هجوم الصباح في هذه الانطلاقة في هذا المسار، ما شاء الله من خلال السير المتميز على المقدمة والبداية الأولى. محمد بن حمد بن مصلح الإحبابي، يا سلام يا سلام يا سلام أبو حمدان، ما شاء الله في تقدم وأداء متميز إلى المقدمة والمركز الأول في هذه اللحظات. بينما المركز الثاني ما شاء الله مطرة خلف بن مبارك بالجافلة الحميري، يا سلام يا سلام يا سلام في هذا الأداء الجميل. تقدمت في المركز الثالث، نتابع وجود ليالي محمد بن صالح بن قمرة المري. والمركز الرابع أيضا هذه حفلة بخيت بن راشد بن كنة الشامسي، ما شاء الله من خلال المنافسة ومن خلال التحدي بخيت بن راشد بن سيف الشامسي في هذه اللحظات. والمركز الخامس هنا نعود مع بن مسفر راشد محمد بن قوبع المنصوري مع الذيبة. والمركز السادس سلام على حشيمة سلطان بن ديلي بن سالم النعيمي، يا سلام يا سلام. المركز السابع تغرودة مطر بن غانم بن مسفر المنصوري، هذه الأسماء. والمركز الثامن من خلال هذا المسار تأتي غزل منصور بن محمد بن دحروي العامري، يا سلام. المقدمة المقدمة قلنا هناك الشاهينية سعود بن محمد بن مصلح الإحبابي، ما شاء الله أيضا التسمية بالشباب، يا سلام يا سلام يا سلام. المتواجدين والمنطلقين بقوة من خلال هذا الأداء الجميل، يا سلام يا سلام يا سلام. إذا نبدأ من خلال هذه اللحظة ونسير إلى المقدمة. أتوقع أن السلام متجه إلى زعبيل من خلال هذا المسار، يا سلام. إذا واصلت الشاهينية هذا الأداء الجميل والممتاز. المركز الثاني مطرة خلب بن مبارك بالجافلة الحميري، الله 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 الله. بنذكر بعد قليل أيضا بالتواصل من خلال هذا المسار ونشوف أيضا المنافسة، يا سلام يا سلام على الانطلاقة على البداية القوية في هذا المسار، ما تحمله أيضا مسارات هذا الشوط، يا سلام. 1200 قاربنا على خط النهاية، ما شاء الله بلا أوامر الشاهينية ترقص على المقدمة والمركز الأول. سعود بن محمد بن مصلح الإحبابي في هذه المنافسة القوية وفي هذا التحدي وفي هذه الإثارة، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. انطلاق ما شاء الله وتقدم وأيضا وصول للمركز الأول. المطرة في المركز الثاني، الخطر من مطرة خلب بن مبارك بالجافلة الحميري، أيضا القطاع الشمالي قادم أيضا في هذا الانطلاق، وما شاء الله. لكن مشكور يا سعود، مشكور يا سعود يا بن محمد بن مصلح الإحبابي، ما شاء الله ما شاء الله. بسلم وبقدم تحية يا سلامي على زعبيل، الله 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 الله، ما شاء الله. هنا في هذه الانطلاقة في هذا المداء الجميل، ما شاء الله. إذا هنا نتابع لحظات البداية، لحظات خط النهاية، الاقتراب، احتضان أيضا لهذه الشاهينية القادمة بقوة في هذا المحفل الكبير، بلا أوامر بلا تحديات، ما شاء الله وتبارك. يا سلام، نهني أيضا سعود بن محمد بن حمد بن مصلح الإحبابي، ما شاء الله وتبارك الله. سلامي يا زعبيل، سلامي يا زعبيل، صباح الخير وجود مورنينج، وأسعد الله صباحكم أيضا بكل خير من يتابعنا هناك في هذه الانطلاقات. وبعد بنقول بونجور زعبيل، بونجور، يا سلام يا سلام، ما شاء الله وتبارك الله. أداء مميز، انطلاقة عصف الابطان. شوف يا اللي بتابع ايضا الشاهينية، الشاهينية ما شاء الله ما انتظرها ايضا في المواقع الكبرى باذنه تعالى من خلال هذا الاداء. وبيتين من المصلح مطلوبات، تهانينا لسعود بن محمد بن مصلح الاحبابي. المركز الثاني، المركز الثاني منصورة يمع بن محمد بن يبر المهيري. المركز الثالث مطرة خلب بن مبارك بالجافلة الحميري. المركز الرابع مزنة عمير بن يمع بن عمير بن سعيد. والمركز السادس محمد بن صالح بن حمد بن قمرة المري مع ليالي. أعود بالتوقيت وأتابع أيضا
نعود بالتوقيت الزمني. تسع دقائق 23 ثانية وسبعة من الأجزاء من الثانية هو التوقيت الذي صاحب الانطلاقة للمركز الأول في هذا اليوم الجميل وفي هذه اللحظات الجميلة من الشاهينية. أيضا هني سعود بن محمد بن مصلح الإحبابي في هذا الأداء الممتاز. المركز الثاني تسع دقائق 29 ثانية وثلاث أجزاء من الثانية والتوقيت. أيضا تهنئة للسيد محمد يابر بن محمد المهيري أيضا على التفوق في هذه الانطلاقة، وأيضا المنصورة اللي كان صاحبة المركز الثاني. المركز الثالث مطرة ثانينا لخلف بن مبارك بالجافلة. تسع دقائق 30 ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا والناموس في هذا الأداء الممتاز بهذه اللحظات الجميلة بهذه الانطلاقات التي يشهدها